أحسن الله إليكم. وتقول في سؤالها: نرى كثيرا من الشباب يقدمون العقل على النقل ولا يقتنعون إلا بعقولهم، متجاهلين أهمية النقل، نرجو توجيه ذلك. نسأل الله العافية. هذه طريقة أهل الضلال الذين يقدمون العقل على النقل، يعني يقدمون أفكارهم وعقولهم على كتاب الله وسنة رسوله. العقول قاصرة، وأما النقل والكتاب والسنة فهي تامة وصادقة لا يعتريها شك. فالمسلم يقدم كتاب الله وسنة رسوله ولا يقدم عقله وفكره على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا واجبك، أن تؤمن بكتاب الله وسنة رسوله، وأن تقدم كتاب الله وسنة الرسول على كل فكر وعلى كل عقل وعلى كل رأي وعلى كل قول من الأقوال، تقدم كتاب الله وسنة رسوله. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.